كاميرا برنامج مشاهير التقت الفنانة فرح الشريم. خلينا نتابع هالتقرير الخاص معه. أخذوني عبيت دغري تكفي بحضون عمري. قدرت أغنية قلبي إلو للفنانة فرح الشريم أنه تحقق نجاح كبير بعد طرحها بأيام قليلة واحتلت المرتبة الأولى على يوتيوب. فرحت كتير كبيرة بهيدي النتيجة وبهيدي الأرقام الترندينج، بس ما توقعت لهالدرجة تاخد. يعني أول شيء كانت ترندينج نمبر 21، فصرت أدعي أنه تبقى شوية 21 لأنبسط فيها أنه على قليلة 21، بس الحمد لله ما توقعت أنه تصير 1. قلبي إلو هو عمر الحلو يا عيوني تغزلوا بجماله. وما فينا ننسى أنه الجمهور تعرف على فرح من خلال الزجل اللي قدمته مع خياتها بأسلوبهم المميز، فكان لازم نسألها عن سبب هالنقلة النوعية. أنا عرفت بغناء الزجل، بس من زمان كتير بحاول غني أشياء تانية، بس ما كنت لاقي هالتشجيع القوي، فتوفقنا بالزجل أكيد لأنه نحنا 3 بنات وصغار وهيك ذات الستايل إذا بدك. فنعرفنا أول شي كبان جانين اللي شافوك يعقلوا من سنين والعقال لحبوك صاروا مجانين. ومن جهة تانية الجمهور لاحظ الصدفة اللي جمعت إليسا وفرح الشريم بعد ما انتشرت صور إلون هني ولابسين نفس الفستان، فكان من الضروري نسأل فرح عن ردة فعلها بعد ما شافت هالصورة. أكيد أول شيء انصدمت إنه كيف زيت الدراس، بس أكيد انبسطت. يعني أنا كتير بحب إنه حدا من النجوم اللي أنا كتير بحبهم أكيد بتمثل فيهم إنه يكون لابس مثل الدراس، بس شكرت ربي إن أنا نزلت الغنية أول شيء، لأنه أكيد ما حيقولوا إليسا قلدت فرح، بس أكيد إذا أنا نزلتها من بعد إليسا أكيد حيقولوا فرح قلدت إليسا.